يربون صبيانهم على هذا، كما سميتهم قصة في 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 رحلة المغربي لما جاء في القرن التاسع إلى حضرموت وحضر درس في مسجد المحضار هذا، وبعدين رأى سمع الشاب المدرس يذكر حكايته، وقال ما أذكر في طول العمر أن أمي غضبت علي إلا مرتين في عمري. إيش من مرتين؟ قال يوم رجعنا من الدرس في الصباح بعد الفجر، رجعت إلى الوالدة وأنا أقول أين القهوة أين القهوة، قال تغير وجه أمي، قالت يا ولدي تأسرك قهوة، تملك القهوة، أنت عبد شهوة، أنت عبد القهوة، تجي من مجلس علم وخير في نور وقاعد قلبك معلق بقهوة. وقال دعتنا أختي واحدة قلت تعال أنت باتباعك لهذه الشهوات تدخل الكدر على قلب أمك وما ترويها الهمة العلية، تتعلق بالعلوم، تتعلق بصلاة الضحى، تتعلق بالقهوة، قهوة امشي قهوة شرب معنا قهوة ماشي قهوة ماشي قهوة، إيش تقعد عبد لهذا القهوة، هي تب اليوم كما تبت يوم القهقه، قالوا تبت على يد اختي، ايش يوم القهقه؟ قال ثاني مره يوم غضبت امي في الحياه، ايش هذا يوم القهقه؟ قال كانت يوم تصلي بعض النوافل وانا واختي دار بيننا حديث وجاءت بمضحكه فضحكت وقهقهت، زيدت في الضحك، حتى احست امي بنا وهي في الصلاة بضحكتي الكبيرة، فلما انتهت من الصلاة قلت لا إله إلا الله، بيوتنا أهل العلم وأهل البيت وأهل العبادة صارت مثل الملاهي والمقاهي، فيها صوت مرتفع بقهقهات، بس غضبت علي في ذاك اليوم، قال أختي خذتنا قالت ليه ما تضبط نفسك، وين ضحكتك الكلمة، تبسم زيادة على التبسم ضحك قليل ما تقهق، هذا ما يليق بك، شوف عنده طفل صغير يربونه كيف. قال فتوبتنا اختي، وثاني يوم ثاني مره توبتنا يوم القهوه، قالت توب كما تبت يوم القهقه، قال ما اذكر ان امي غضبت علي الا هاتين المرتين، ايش صلى هذا، لا سرق ولا كذب ولا ذب الا فقط في تربيه الهمه العليه، تربيه الهمه العليه، لا ياسره ضحكات ولا تأسروا قهوات ولا تأسروا شيء، يربون يقع عبد خالص لله من عدو طفل يطلع. الله الله الله، هؤلاء الأقوياء. لهذا يجتمع بين يديه كثير من الكبار في السن وهو متصدر للتدريس لأنه تربى هذه التربية، امتلأ حكمة ونور وعلم معرفة.